مباشر مباركة، وكما العادة قال لي واحد ما كلابس الحمار، لابس الحمار اللي ما الكمش، لأن عندي هذاك بقى عندي انفكشن من الكمش. دابا ناخذ زنبوكة، زنبوكة هي شتيها، هيا هيا قرا، هيا هيا قرا زنبوكة، وشينا قرعة صغيرة باش نشربو هاد اليامات وندوق بها الدراري ديال المغربي والمغربي، لأن هادي خصك تشعل فيها العافية، ماشي نشعل فيهم هما، نشعل بالعافية أنايا فوق بالقهوة. أنا سيس ولكن حارة، مثل ما قلتلك هنايا معليش. أنا ك ماشي لافوت ديالي الوداد، الوداد، ولكن الحال الحال الحاجة حنا متنعيشو في الشي ديال هنا. دابا بغيت أن اللعابة ديال الوداد يكونوا أمثلة، ماشي ليا أنايا ولا المغرب ولا هداك، المغاربة اللي في المغرب هادو ملي كان جاي الوقت من ديك الدولة العربية، الزوامل ما عم يلعبو الزوامل، والله ما عرفت الزمالك، الزوامل هاديك يلعبو معاك الماتش، جايين في الطيارة، وقيلا بدلو طيارة في دبي مالا، جايين واحد من اللعابة ديال الوداد. اللعابة دابا شوف هيا ما تكذبش عليا، كنتو كلكم تما وداد ماشي وداد، كاين قانون وكاين هذا وكاين احترام، ما كاين لا وداد. انا اللعاب ديال الوداد اللي غيتكرفس لي على لي زوطيس يبدا يشد في دكا وكل شيء، ما هذا ماشي لعاب، هذا حيوان، حيوان. انا نقولها نقول اسمو، شكون لك شكون لك الناصري، الناصري نتايا، نتايا مدير ديال الفرقه ولا رئيس الفرقه، هاد اللعاب هذا خصك تسيسبوندي وتحكم عليه بفاين خطيه، ها هذا، ولا جري عليه من الفرقه، لان اسم الوداد اكبر من اي واحد. هذا الطيار البيلوت عيط للبوليس، كان مطعم محمد الخامس ني هودو، عرفت من البوليس الرشوه هذه دريه، يا انت حشمي مالي هذا 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 هذا، اتصلوا حتى نزول توافق حتى هذا هذا، ودمتوا القضيه ما تعدى عليها في الطياره. علاش؟ لانه قلت لعب مع واحد تقود مال ديال مكتب مع مان يونايتد. انا نقول لك السي الناصير، ها هذاك المدير ديال الفرقه ديال الوداد، هذاك اللاعب هذاك ولا قحبي هذاك جري عليه من الفريق. احنا ما بغيناش الناس يتحرشوا على 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 اي واحد. السيدات مسكينه تترزق على الله مع الباب في السماء باش تاخذ شويه الخبز، يجي واحد يتحرش عليها في الطياره، او هذه 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 شي حيوان هذا، فهمتي؟ دابا هادو داك لونترينور، واش لونترينور؟ حنا شي لونترينور قال لك عندنا واحد 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 من لوكول ديال باري فرونسي اللي كاع الفتح، هذا كيتكلم معاه يقول اش البسالة هادي، فهمتي؟ منين لحقت ما يسيسبوندي، صافي سيسبوندي، يمشي ما يسيسبوندي واحد وحيد وحيد الشهريه، ويمشي يعطي هذيك السيده تبرع عليها، يقول لها فيري سوري هادو انا حيدنا لي من الشهريه ديالو، هاي عطيناها لك. يتعلم باش يتعلموا، فهمتي؟ هنا كنت انا هنايا، ولكن حنا عندنا الصحافه، الصحافه ديال المغرب فاسدة، لأن قال لك الصحابي تبي تسحب المرقة، أهلا استيادة هذا، والصحابي كتبوا عليها، وكان حنا الصحافة دير بهاك بوم في الجرائد، في الجرائد كل شيء تكتب فيها، لعاب من الوداد تحرش عليك ويهدروا عليها، هنايا فهمتي، تشوه وتسيسبوند هذيك الساعة، الفريق خصو يسيسبونديه، إذا ما سيسبوندوش الفريق بما يدوز في العدالة، إذا كانت شي عدالة تابعة، فهمتي، ما يمسهاش، ها ها الفريق الوداد. فشنو هو تدخل سكري وانت تدخل سكرك نتايا، اصحاب شنو هو علاش القلاوي هذا؟ هذو الامثله اللي تعطينا حنايا، تعطينا انت الامثله، تعطينا الامثله، واش اللعاب تيخلصوا تيخلصوهم مزيان بعد ما تيخلصوهم تيصوروا الفلوس. ودابا هاد اللعابه لو مين يعرفوه في الخارج تيتحرش على على البنات، مي تفتح فرقه من تبغي تسينيه، يمشي عند السعوديه ولا يمشي عند دوك الفرق اللي لهاه، يمشي يلعب معاهم دي ديما. ودابا انا هذا تنوجه هذا النداء ديالي هذاك هذاك المدير ديال ديال الفريق الناصري، الا كنتي انت كنتي انت في البرلمان ولا انت في المجلس البلدي ولا القلاب وكل شيء، جري عليه، جري عليه، الوداد كبر من اي واحد. الا كان هذا اللعاب ولي هز الوداد ما عندنا ما ندير، ما الوداد خصها تريبكا دي دي، هذا هذا اللاعب هذا خصو يمشي يمشي. الناس 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 جايه من الميريكان وكتبوا لي كتبوا لي كتبوا لي قالوا لي علي وقع علي وقع علي وقع، وانا سوقي انا سوقي الناس تعرفوني انا ودادي بهذا، ولكن ما انا ما غادي نستش عليه، لي انا تنبغي الوداد خصك تكون فريق اكزومبلير، فهمتي؟ باش
اللي على مشى لهذه شنو هو. فلهذا غادي نخلي لهذا النداء النصيري ياخذ لا. اما المدرب يذكر المدرب يخسع كان في الطياره كيدير شي حاجه ولا يدير نفس الوالد مالناش. فلهذا في كنا في الطياره لا دبي من دبي الدار البيضاء جاو البوليس هما تعرف البوليس المغرب عندي هذا الحق راه ولا انتينا الله العظيم ما لو ما ديش عليه وهذا واقيلا واخا يكون سكران مش دخلنا فيه لانه كانوا فرحانين معلم ولكن ما سكران تحرج عليه ايش المساله هذه لا. فلهذا ضلت على مازال انا هل نسقسي الدراري ديال المغرب ويعاودوا لي واش وقع شي حاجه واش هذا اللاعب سيسبوند. ها انت ياك اللاعب رجعني هنا اللي قال جي مرحبا بك يعني قالوا لي تندور فيهم تيبقى كيبغي يجوا عندي واحد يقول لي الدول الدول جاني واحد قال لي انا ذاك عمي قال لي عمي قال لي حيد الفيديو مسح الفيديو مسح واش ديما الفيديو ولا صبوره مسحوا روح تقود واش عمك راه راجل يقدع شغاله ما يحتاجكش انت روح تقود نقول لك سميتو فهمتي واش هو دابا غنديرو هنا غنديرو الكلمه ديال نديرو الحرب ديال القبائل تكلم مع عمو يجيك ولد خالتو فين هي نشوفها فين هي قال لك فرقع كاع عمي قال لي مسح الفيديو ايوا دابا خاص نمشي الفيديو نشد كلمة البونجو بدا نمسح الفيديو مسح قال لك مسح دير امك ماشي هذا قال لك نجي عندك جي عندي ندير امك انا خايف من الكلب القحابه هنا وقف صحاب العقليه ديال المغرب غنقدر تحقرونا انت فيها واش اسمو بلادها لا نشوف سميتو هذا سكان تيتايا مسح الفيديو القحبة تماك على ملي قال القحبة تماك لا بقاي شمال يا القحبة تماك ماشي من جنوب ولا راح عمي الدول ولا ديال عمي الدول ولا الامبيراتي لك يماك يماك القناة حمار اسمو سكان واش اسمي عنده سكان هي هذاك كيف سكانتيت امين تغات هذا من الشمال هذا راح تقود انت قول لعمك قول عمك الدول عمك قول عليه قول لك اللور ابي روحوا تقوي بجوجكم ندي حنا تكلمنا داز الموضوع صافي ما داز مالو بغيت نوضوا في الحرب الاهليه مرحبا بكم مرحبا بديمكم مرحبا بكم انا والو ادون موف ندي على المقعد هذا ندي نحلكم تتكلموا وانا نتكلم ندي فلهذا عاود لك راك ندي دي صافي عمك انت شنو دخلك هيك عمك راجل كبير عنده انا ماشي هذا وانت تتكلم عليه انا زامل عمي يقول لي عمي تقوني على الطب والمك حمر لي ولدك اقولها وعيها هو تحمل المغرب والمغرب كلكم تحمل المسؤوليه وكلنا هنا في هذا البار نتحمل المسؤوليه لان مش بدناكمش باش تطيحوا منا عندنا الحق في الرد واليوتيوب راه عنده القوانين ديالو وعارفيننا ندين فلهذا هاد السياسه معليش في كنا هنايا يوم نرجعوا للموضوع المهم اليوم الوزير اسمه وزير الماليه حنا نقولوش الوزير الماليه نقولو تشانسلر اوف ذا اكسشيكا اليوم قال لهم غادي يحيد لنا شوف حنا عندنا برلمان عامل بلاد القحاب اما هنا شوف البرلمان تكلم اليوم غادي يحيد خمسات البانز في الليتر خمسات البانز ديال الضريبه ديوتي بترول ديوتي غادي يحيدها ياك وغادي يزيد لنا دابا اللي كيدير تصور 9000 العام غادي يطلع حتى 12000 وشي حاجه عادي باش ياخذوك الضريبه وثاني ديك الصندوق الاجتماع حتى هو خصك تصور شحال عادي يعني يزيد عليك زياده جديده فهمتي بعدا دار هادي وغادي عطا الفلوس هنايا شوف انا دغيا ايوا دابا انا والله العظيم كون دابا دوك الديوان مي يخرج معني رشوه انا نولي نشري ماطيشات المغرب من هنايا هي ولورونج وندخلها المغرب ونبيعها نبيعها رخيصه نبيعها ب 6 دراهم الماطيشه ديال المغرب اللي تسدتهم لهنايا هنايا للخارج انا غادي نولي نشريها من الخارج ونجيبها في الكاميو اللي جابها فيه ونجيبها ونبيعها لكم في المغرب ستة دراهم فين مشى ديك 4 دراهم ولا 12 درهم شكون يدها ما نعرف شتي فلهذا مطيشة والليمون ليمون واش الليمون فيه عباد الله فيه الغمولية غادي يصوبوا به العصير وكاين هذا الفيديو شتونا قديم شي عامين شتو ودابا عاوتاني جبدوه الليمون غامل عباد الله بالخدود ديك الفونغي زرق وتقول لك تيصوبوا به العصير الليمون في المغرب
المراقبه شكون هي المراقبه؟ المراقبه ما يقدرش، لان هذاك المعمل تاع شي برلماني تاع شي وزير ولا شي ولا شي عاهره ولا شي هذا، فهمتي؟ ودي ما يقدروش، المراقب ما يقدرش يراقب، وذاك اللي مقابل المراقبه في المعمل ما يقدرش يقول لاخر ما تلوحش ما تدخلش اللي مول الخامج. ايوا ومطيشه مطيشه هي تيدخلوها مسخه غامله يتصب بها هذاك اسمه العصير ديال المطيشه، فهمتي؟ ايوا انت تقول لهم تكلم معاهم تكلم معاهم تقول شوف حنا حنا الخير تكلموا، فهمتي؟ الناس بدات تخوت، ها هو الخير حي نعمل اكشن حي من هذا وهذا، فهمتي؟ فهمتي؟ ولكن معنا نتكلم معاهم ناض ذاك البيانو الشركه ديال الملاحه هذه الملاحه البحريه، ناضوا ساقوا عباد 800 واحد عطاهم شرع لهم تليفون بلا انذار لا والو. القانون يقول خصهم يعطيهم انذار، وقبل من ذاك الانذار خصهم يعطيو الحكومه 45 يوم ديال الاعلان، يقولوا لهم راه من 45 يوم غنجريو على الخدامه باش الحكومه ناضوا يديروها بلاش. علاش؟ لان ذاك القحبه المدير ديال الشركه ديال هذه البي ان او ديال الملاحه البحريه شنو هو؟ كان خدام في واحد الشركه ديال البيران، تيصحاب راسو في البيران وقت ما بغى يجري على شي واحد يجري عليه، فهمتي؟ لان البيران خدامين فيهم الناس بلا قواعد ولا استديو، دار بغى يعمل لك السياسه هنايا في البيانو، ساعه ديال مو غدا غادي يجي للبرلمان، غدا السبعه يجي قال لك خصك تجاوبنا، والبارح مع الخمسه تعطينا ويعطيهم الجواب ولا تجي عندنا، غدا غادي يجي للبرلمان ماشي الكوميتي غتسقسيه، وغادي يقدروا يدوزوا بعدا البي غادي يحكموا عليها، لانها قامت واحد العمل خالف القانون، غادي يحكموا عليهم بالملايين ديال الباوند الخطيه. باش تشوف كاين العداله، واخا هادو باغيين تقول لهم هادو والو، ولكن غادي غدا يزعنهم ومن بعد غادي. وقالوا حتى الخدامه دعيهم في التريبينال، التريبينال محكمة الشغل الخدامه، شو دابا كاين 800 واحد 800 شيكاي ضد هاد الشركه من هنا، وعادت على الحكومه حتى هي غتنوض تقوم بالشيكاي ضد هاد الشركه بغات تنقص. جابوا دوك اسمهم الباكستان والفلبين بحال هكا، ماشي هنايا انا الجهه الاخرى بحال في الشارع على برا تيخدموهم بجوج بون الساعة، ما كاملاش جوج ولا جوج بون نهار ماشي تيخدموهم، فهمتي؟ ايوا شتي هادو بدارو فيهم، شتي هما هاد الشركة كدا قال لهم لا، قال لهم هما ترجعوهم ولا غادي المحاكم، ايوا المحاكم هاد الشركة اللي بغي ينقص، لأن حمار عنده عقلية ديال البيران، فاش جابوه من البار لفاكين الشركة ديال الملاحة اللي عندهم شحال من البابور في العالم كله. فلهذا هادشي اللي توقع هنايا ما كاينش تفليه، غير ماشي بحال المغرب لا راه اخذوا شنو ديال الشركات بحال دابا حنا غير سمير نبقاو نتكلموا على سمير كل نهار، عيينا من نتكلموا على سمير فار، ولا سمير ما يقدروش يديروها، ما يقدروش يشروها، ما يقدروش يجمعوا الفلوس مع المغاربه يجمعوا، ما تبيعوش مطيشه للعام ما تبيعوش للخارج، مطيشه ناكلوها عندنا حنايا والحوت ناكلوها عندنا ونقولوا الاوروبا رجعوا لنا فلوسنا، فهمتي كيفاش قضيه؟ ولكن ما عم نتكلم، ما كاينش ما عم نتكلم، واش هو مول شركة البترول، هو رئيس الحكومة، هو العمدة ديال أكادير، هو الشلح ديال تفراوت، إيوا الآخرين العصارة والدصارة، هو وزير العدل، هو الشلح ديال تارودانت، هو هذا، وذاك بركات النفاق ديالو، مرة يقول كلام ومرة يقول كلام، ملي كان في المعارضة كان دايما تيحلف أمو، ملي دابا دخل لهنا سكت مبقى يقول والو، هادو هما علا الفاسي، طبقة علا الفاسي، هادو اللي باعوا المغرب، اللي باعوا المغرب قالوا سيروا جيبوا الاستقلال، الاستقلال باش جبتوا لنا تقلوا، فهمتي؟ جبتوا لنا استغلال، استغلال قريتوا ولادكم في ديك بالي فرونسي، هما دابا حاكمين علينا، قال لك شنو هما هادو ولاد الحريم، الحريم هما دوك العيالات اللي كانوا في القصر. كنتي الحسن الثاني الله يرحمه كان مرتي معليش باش يسوقوا شي وقع هذا، هادو هما ولادهم اللي حاكمين حنا دابا، هما اللي كاينين هنايا لي كرون بوست، لي كرون بوست مينيستيريال ولا هما هذوك البرتاز هذاك الناطق هذاك البراح ديال الحكومه تيغمق علينا، من هنا 10 سنين غادي تكون تقاول، حنا 10 سنين غنكون حنا حيين، راح تقاول سدوا علينا الطاكي الله يرحم الدوله. السلام عليكم، السلام عليكم وراك وعاود لك راك تسد عليك راه الله يرحم بها وعليك على بسالة، حنا غنبقاو شد قطع مالنا على حالنا، جينا هنا باش زعما كنقول لكم الأخبار ونسخو دابا حنا مضاربين معاكم، علاش نضرب معاكم؟ ما نضرب لكم على والو، فهمتي كيفاش القضية؟ يلاه يور لاست أوردر أدر بار بيز يور لاست أوردر، هلاه الله يطيرني ويطيركم، هلاه شموع. وهو هذا بدي نديرو هذا
Ladies and gentlemen, finish your drink and piss off, please. It's a time to go home. اش قلتي؟ شعل الضوء، شعلنا الضوء. قف 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 باش ندير هنا قوسي هو بوحدو. قف سي قف. ماك اخويا ماك انت هناك اش بيني وبينك فيختك تقول كم نعاسك تقول بحالك. قف 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 يلا يلا قلب. تعجبو هذا تعجبو الناقوس ديال بشكلة ديالو. تفكر الطفولة ملي كان طوفي في البوليس. المخبر اللي مقلع عقليه كان معكم انايا من هنايا. ايوا ما تنساوش تشاركوا في هذا القناة. قريبين نلحقوا 172 ألف. قريبين غير بالتخربيق راه ما نقول حتى شي حاجة والو. راه والو ما كيلمش فيه على والو. حنا ما تابعين لا حزب لا والو. ما عندنا فهمتي حنا غير مسلمين غير منافقين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. واللي بغى ينصحنا ينصح كره هو الأول قبل ما ينصحنا حنا. لأن حنا داخل أنايا داخل سوق راسي وقت ما بغيت ندخل سوق راسي منين؟ لأنني أنا في باري وباري في داري. بحال قلتي المغرب في صحرائه وصحرائه في السينما الشوية. مانيش كان معكم لورد أبي ظهر. الله يطول لنا عمركم والله يخليكم لنا. ما تنساوش دعمونا دعم ماشي دعمونا في الماء خصنا فلوس خشيو مكرك. كنا عولنا على فلوس كنا في كنا بشاري عقار في المغرب وشدني السكر. انت كيف واخا شدني السكر السكر ديال المغرب صعيب دوا مي عملوا كاين بيتيت اوبيراسيون باش نخرج من القلب السكر فاك يو. ماني كنت معكم انا من هنايا